الريد فيلفت كيك. ايه بقى؟ معايا كوبايتين ونص من الدقيق، 2 كوب ونصف من الدقيق، دقيق اي حاجه مفيش مشكله. تمام، هنحتاج نحط عليه 2 كبار من الكاكاو الخام. تمام، محتاجين نوع كاكاو محترم طعمه حلو عشان ما ياثرش على طعم الكيك ونقول الله واحنا عملنا المقادير كلها، امال المشكله فين؟ هي طعمها عامل كده ليه؟ الكاكاو بيفرق جدا، استخدام جوده المنتجات اللي انت بتعملي بيها اي وصفه بتفرق جدا في طعمها. تمام، معلقه صغيره من البيكنج صودا. البيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصوديوم اللي احنا بنحطها على الطعميه، محتاجين منها 0.5 معلقه صغيره. تمام، 1.5 كوباية من السكر البودرة المنخول، 1.5 كوباية من السكر البودرة المنخول، 1 كوباية زيت، 1 كوباية زيت، وكوباية زبادي، زبادي اللي احنا بنتعشى بيها بالليل ديت، 2 معلقة صغيرة من الخل، 2 بيضة، وطبعا محتاجين معاهم 2 معلقة كبيرة من الفانيليا، 0.5 كوباية زبدة طرية، 0.5 كوباية زبدة طرية، ومعانا كده مثلا 2 معلقة من لون الطعام الأحمر، عندكم الجل أو اللون اللي هو السائل أو البودرة مفيش مشكلة، أي حاجة هتنفع، أي لون طعام هنحطه هيبقى ظريف. أنا اللي معايا هنا ده بودرة، فهحطه على الزيت. تمام، علشان يلونني الكيك من غير ما أحط بودرة كده وأقلب الكيك ألاقي اللون كله ما بقاش واحد، بقى ملطخ كده. تمام، فلو عندك البودره زي اللي عندي ده هحطه في الزيت قبل ما ايه احطه على الكيك. الحشوه محتاجه 1.25 كوباية من كريمه الحلويات. كريمه الحلويات الكوبايه يعني 200 ملي. تمام، فانا محتاجه تقريبا 1.25 كوباية من كريمه الحلويات. هنخفقها مع 2 كوباية من الجبنه الكريمي اللي هي بتاعه التشيز كيك. 2 كوباية دي يعني 400 جرام. تمام، هتلاقوها بتتباع في نوع مصري سعره حلو، موجود في المحلات والسوبر ماركت. محتاجين 400 جرام من الجبنه الكريمي، 1.5 كوباية من السكر البودره المنخول، ومعلقه فانيليا. هعمل ايه؟ انا معايا هنا الدقيق، عايزه احط له الكاكاو والبيكنج صودا. دي البيكنج صودا، ايوه تمام، ادي ده الدقيق البيكنج صودا والكاكاو. انا بقى معايا هنا الزبده، عايزين نحطها في البولة، الزبدة الطرية، معانا المضرب الكهربائي، معانا البيضتين هنحطهم ونحط معاهم الفانيليا ونضرب، معايا السكر البودرة المنخول هنحطه ايه نقلب كده بس علشان السكر ما يطرطش، معانا الزبادي هنحطه بس كده ونكمل ضرب. هاجي هنا بقى للزيت اللي انا قلت لكم عليه، هنحط عليه شويه لون الطعام البودره الاحمر كده، بصوا انا كده دوبت ايه بودره اللون الاحمر في الزيت. فاضل بقى 2 معلقة الخل اهو، بصوا ده كده الخليط بتاع الكيك. وهنا بقى نقلب الدقيق مع الكاكاو والبيكنج صودا وكمان رشة الملح كده اهو، نقعد بقى ايه نقلب الخليط ده لغاية ما نلاقيه شكله اختفى تماما. وصفة ظريفة جدا وحلوة وناجحة قوي للريد فيلفت. بعد ما خلاص الخليط كله يدخل في بعضه كده، بتبقي محضرة بقى صينية كيك زي ما انت عايزة على ذوقك، عايزاها مدورة، عايزاها مثلا في اشكال من الصواني زي اللي احنا عاملين واحدة شكل بقى وبتاع، وفي ممكن اللي هي صينية الكيك الانجليش كيك، مفيش مشكلة، كله هينفع، خطير. هنحطه في الصينية مدهونة زيت زي ما اتفقنا، وهندخلها الفرن، فرن سخن درجة حرارة 180. تمام، في حدود 40 دقيقة. من بعد 35 دقيقة تقدري تفتحي الفرن، قبل 35 دقيقة أرجوكي لا، على درجة حرارة 180 لغاية ما تتأكدي إنها استوت. طبعا احنا هنا في واحدة خطيرة اهي معمولة غير اللي احنا كمان عاملينها هناك اهو، بتطلع معاكو تحفة.
مظبوطة وجميلة جدا، وهتلاقيها استوت وخطيرة. محتاجة بس انها تتزين، تقطعيها بقى من السكينة مثلا من النص وتحشيها الحشوة بتاعتها، اعملي اللي انت عايزاه. يعني احنا لو هنزين الحلوة اللي معانا دي هوريها لكم اهو، مثلا كده اهو، هتلاقوها حتى ليها مطة كده، لان هي مش كريم شانتيه طبعا، هي فيها ايه، جبنة وكريمة خفق. بس كده دي مثلا خطيرة قوي. في واحدة هناك احنا برضو محضرينها اهو، استنوا ما نروح نزينها برضو. هنا كده خطيرة، عايزين نقطعها بالسكينة بسرعة كده. وزي ما اتفقنا انتوا ممكن طبعا تحشوها براحتكم خالص كده وكده مثلا، عشان اوريكم اللون بتاعها من جوه. خطيرة اهي، ريد فيلفت يا جماعة، تجنن.